الخطيب يتفاعل مع الخرجة الإعلامية للقجعة ويفاجئه بخطوة غير متوقعة. في أول خروج لها، والد الفنانة المغربية دنيا بطمة يتحدث عن محنة ابنته وهذا ما قالها: ياسين بونو قد يعود لأوروبا من بوابة فريق كبير. والد دنيا بطمة، المشاكل اللي كتدوز منها دنيا بطمة عمر ننساها. قرار محكمة مراكش بشأن دعوى دنيا بطمة ضد سعيد شرف وولد الشنوية. بقفطان رائع وفاخر، الفنانة لطيفة رأفت تخطف الأنظار من حفل زفاف بمدينة طنجة. سلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. دائما وكعادتنا نبدأ حلقتنا بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تفاعل أسطورة الكرة المصرية ورئيس نادي الأهلي المصري محمود الخطيب مع الخرجة الإعلامية الأخيرة لفوز الأقجعة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، مؤكدا أن مثل هذه التصريحات لا تصدر إلا عن شخصية وطنية. ودعا محمود الخطيب أسطورة الكرة المصرية فوزي الأقجعة إلى زيارة النادي المصري لتكريمه من خلال رسالة بعث بها لرئيس الجامعة الملكية يعبر فيها عن امتنانه وشكره له لما جاء في حواره مع قناة أون سبورت المصرية، خصوصا تلك التي تحدث فيها عن مصر والكرة المصرية والنادي الأهلية. وكشفت يومية الصباح النص الكامل للرسالة المذكورة والتي جاء فيها: سلامي وتحياتي لشخصكم النبيل والعائلة الكريمة، وأتمنى أن تكون بكل خير وفي أحسن حال. لقد سعدت كثيرا بتصريحاتك التي جاءت في حوارك مع قناة أون سبور والتي عكست القيمة الرياضية الكبيرة التي تملكها دولة المغرب الشقيقة، متمثلة في شخصكم الموقر والذي يستحق عن جدارة أن يكون في سدة المنظومة الكروية المغربية لما يملكه من مقومات قيادية وثقافية ورياضية. وأضاف قائلا: سعدت أكثر بحبك وحديثك الطيب عن بلادنا والنادي الأهلي وشخص متواضع، وهو حديث لا يصدر إلا عن شخصية وطنية كريمة الأصل منتمية إلى جذورها وتتحمل مسؤولياتها وجديرة بكل الاحترام. وتابع قائلا: اسمح لي صديقي العزيز أن أعبر لكم عن تقديري واعتزازي بما صدر عنكم من تصريحات وبعلاقة الود والأخوة التي تربطنا بل وتربط بلادنا وأنديتنا الرياضية، وأنا هنا أدعوك لزيارة ناديك النادي الأهلي في أقرب وقت يناسبك لنسعد بلقائك وتكريمك في بيتك ووسط إخوتك وأحبائك في مصر والنادي الأهلي. يذكر أن فوزي الأقجعة تحدث عن مواضيع عديدة في حواره مع القناة المصرية واستغرق أكثر من ساعتين وحظي بنسبة مشاهدة قياسية، كما تناقلت مجموعة كبيرة من وسائل الإعلام العربية والإفريقية والعالمية. انتشر مقطع فيديو لوالد الفنانة المغربية دنيا بطمة عبر مجموعة من الصفحات الخاصة بنشر أخبار الفن والمشاهير عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، والذي ظهر لأول مرة وهو يتحدث عن المحنة التي تمر منها ابنته دنيا بطمة بعد سجنها على خلفية ملف حمزة منبيبي. وظهر والد الفنانة دنيا بطمة حميد بطمة ويتحدث في مقطع الفيديو عن ابنته وعن معاناتها في السجن وعن هذا الحساب الذي كان كابوسا لابنته رغم أنها بريئة منها. يبدو أن ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال قد جذب انتباه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يسعى لضمه إلى صفوفه في الموسم الصيفي المقبل. وفقا لموقع تودو فيتشاخيس الإسباني، يعتبر بونو خيارا محتملا لتعزيز مركز حراسة المرمى في النادي الباريسي، خاصة مع الأداء غير المستقر للحارس الحالي جيان لويجي دوناروما. يشار إلى أن أداء بونو المتميز هذا الموسم مع الهلال السعودي قد فتح له الأبواب للعودة إلى الساحة الأوروبية. ومن المتوقع أن تبدأ مفاوضات باريس سان جيرمان مع إدارة النادي السعودي للتوصل إلى اتفاق يمكن النادي الفرنسي من الاستفادة من خدمات الحارس المغربي. في أول خروج له، تحدث والد الفنانة المغربية دنيا بطمة حميد بطمة عن الظروف الصعبة التي تمر منها عائلته بسبب اعتقال ابنتها.
وأكد والد بطمة في فيديو نشرته شقيقته إيمان عبر قناتها بموقع اليوتيوب أنه يعيش أصعب فترة في حياته بسبب سجن دنيا بطمة. وأضاف والد دنيا بطمة قائلا: هذه أخيب ذكرى عندي في حياتي، المشاكل اللي كتدوز منها دنيا عمرها تنسى ليا. هذا ويشار إلى أن دنيا بطمة تقضي عقوبتها الحبسية على خلفية ملف حمزة مومبيبي في سجن الودايا بمدينة مراكش. أرجأت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء يوم الاثنين البث في الشكاية التي كانت قد تقدمت بها الفنانة دنيا بطمة وشقيقتها ابتسام ضد الفنانة سعيدة شرف واليوتيوبر رضا البوزيدي الشهير بلقب ولد الشنوية. وكشف مصدر مطلع لأحد المواقع الإلكترونية أن المحكمة قد أجلت الجلسة إلى غاية الثالث من شهر يونيو المقبل بسبب غياب سعيدة شرف وولد الشنوية. يشار إلى أن هذه الجلسة قد جرى تأجيلها للعديد من المرات، إذ سبق أن جرى تأجيل الجلسة منذ 9 أكتوبر بسبب غياب المدعى عليهما. الجدير بالذكر أن الفنانة المغربية دنيا بطمة كانت قد قررت متابعة الفنانة سعيدة شرف على خلفية قضية حمزة مومبيبي فيما تابعت ولد الشنوية بتهمة السب والقذف. شاركت الفنانة المغربية لطيفة رأفت متابعيها في حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام مجموعة من الصور الجديدة التي أطلت من خلالها وهي ترتدي القفطان المغربي الفاخر. وظهرت النجمة المغربية لطيفة رأفت في الصور التي التقطت لها من حفل زفاف ابنة إحدى صديقاتها المقام بمدينة طنجة، وهي ترتدي القفطان المغربي الفاخر باللون الأبيض والذي جاء مطرزا بالذهبي مع مزج بعض الألوان الأخرى في التطريزات بشكل متناسق وراقي. وأرفقت الفنانة لطيفة رأفت صورها التي بدت فيها في قمة الأناقة والجمال كعادتها بتدوينة قالت من خلالها: أشارككم أحبائي صور من عرس منال ابنة صديقة سعاد فيكتوريا بطنجة، كان عرس رائع بتقاليدنا المغربية اللي كنفتخروا ونتزوا بها، الله يكمل ليها بالخير والعقبة لجميع البنات. تجدر الإشارة إلى أن الفنانة لطيفة رأفت تعتبر من الفنانات المغربيات التي تشارك متابعيها عبر حساباتها على السوشيال ميديا كل أنشطتها سواء الفنية أو الشخصية رفقة أسرتها. كانت هذه آخر فقرة في حلقتنا لهذا اليوم، شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله، إلى اللقاء.